معانا الست ساره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. كل السنه يا ساره، كل السنه. والله انا بكلم حضرتك قبل سؤالي عشان بس حبا فيك. يعني الله يحبك بنداه وكرمه. الله يحبك بنداه وكرمه. طيب اسال حضرتك سؤالي، انا عايزه اعرف امتى الزعل يكون في عدم رضا؟ يعني انا مش عارفه ازاي البني ادم ما يكونش راضي. هل الزعل وقت الفقد او مش فقد يعني كموت، فقد في الحياه عموما، ده بيكون عدم رضا ولا امتى انا الواحد يكون مش راضي؟ حاضر. شو الله عفو. شوفي ساره، شوفوا ايها الساده المشاهدون، ايتها السيدات المشاهدات المحترمون والمحترمات، الزعل اللي اثارته ساره ينقسم قسمين. زعلان لانه مش راضي، وده مع الكفره، مش راضي عن قضاء الله وقدره، ده مع الكفره عدل ما نعرفوش احنا يا ساره. انما الزعل للآلام والمصائب، ده في مسألة في الفقه والنبي أقولها لكم، لأجل النبي عليه الصلاة والسلام أقولها لكم، مسألة في الفقه يعني أهو، وباب الصلاة. إيه حكم التوجع أثناء الصلاة؟ يا خبر أبيض، يعني اللي بيصلي أهو مسلم أهو وراضي أهو وجاي يصلي عيان، العيان غصب عنه بيقول آه. في جماعة من الفقهاء قالوا لو الألم جاب حرفين، يعني حرفين تبطل الصلاة، وجماعة قالوا أبدا ما دام ما يقدرش يكتم لا تبطل صلاته. ده مثال توضيحي على إن الألم الوجع، العيان يقول مش راضي عن ربنا، اللي فقد حبيبته، أخته، أمه، الوداع، بكى صلى الله عليه وسلم على موت ولده إبراهيم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكن غصب عنا هنبكي. والإمام الشافعي آخر حاجة قالتها له النهاردة قبل الظهر، قبل ما أروح للدكتور محمود نجيدة الله يكرمه ويسلمه، قريتها النهارده اخر قراءاتي في الام، في الام للشافعي، وهو ام المؤلفات وام الكتب. قال: ولا اكره البكاء على الميت تحنانا ووداعا، يعني لا اعتراضا على ان ربنا خده ولكن حنين. كنت بشوفه ما عدتش هشوفه، وكنت بكلمه ما عدتش هكلمه، حاجات كتيرة جدا. فإذا كان الزعل نتيجة لموقف غصب عن الواحد لأنه ضعيف ما فيهوش حاجة أبدا أبدا. أما الزعل بقى وأنا قاعد على الكنبة وبقول إيه يا رب ده ولا بيا عيا ولا بيا ولا بيا وداع حبيب ولا بيا فراق أوطان ولا بيا أشياء، ده هو والكفر حتة واحدة.